ننتقل للركن اللي هناك ده دلوقتي بعد اذنك عشان نتلقى خطابات الناس اللي جات لنا. احنا هنختار لك خطابين او ثلاثه عشان وقت البرنامج وهنديك الباقي وانت مروح تقراهم في البيت. طيب تسمح تفضل معايا. استاذ محمود احنا دلوقتي في ركن الخطابات واسمح لي اختار لك اول خطاب واقراه لك وترد لنا عليه. الخطاب من كاليفورنيا امريكا. النجم المحبوب محمود حميده، انا شاب مصري اعيش في كاليفورنيا بامريكا، ولن تصدق انني اشتركت في الاي ار تي خصيصا لمشاهده لقائك في برنامج ساعه صفا. اولا ارجو ان تبلغ تحياتي للمذيعه المتالقه الفنانه صفاء ابو سعود، اشكرك جدا وخالص تهانئي على هذا البرنامج الدافئ جدا جدا. ثانيا انا لن اطيل عليك من اجل وقت البرنامج، ولكن هناك سؤال، هل صحيح انك بعيد عن ادوار الدون جوان لانك لا تصلح لها شكلا ولا موضوعا؟ وهل انت ترفض الادوار الرومانسيه تحت دعوى انك لا تجيدها؟ أرجو ألا تغضب كلماتي وأنا من أشد المعجبين بذكائك. كاتبه عمرو الصوفاني، كاليفورنيا أمريكا. أخي عمرو، لا أنا ما برفضش أدوار الدونجوان، يا ريت. يمكن أنا مصلحش صحيح من وجهة نظر المخرجين، لكن لو واحد فيهم شاف إن أنا أصلح فمش هرفض. صحيح. وانا مش زعلان من كلامك ولا حاجه اطلاقا يعني. الخطاب الثاني بيقول النجم الفنان الاستاذ محمود حميده، انا مشد المعجبات بفنك وانا لا اعرف عنوانك بمصر بالتحديد، وهو لا ينشر ابدا ابدا ابدا، وانا سني صغير الى حد ما، اقترب من مرحله عمر ابنتك ايمان، واحييك على فيلم المصير، لقد كنت رائعا تماما، ولكن ما هو سر الخلاف بينك وبين المخرج يوسف شاهين؟ ولماذا خاصمته بعد الفيلم وهاجمته وهاجمت فيلمه على صفحات الجرائد؟ وهل لن تعمل معه مرة أخرى؟ وما دام فكرة برنامج ساعة صفا إلقاء أسئلة من أصدقاء وجمهور النجم، فإنني أدعوك لتوجيه سؤال للمخرج يوسف شاهين من خلال البرنامج. أرجو أن تعذرني أنت ومدام صفاء على سوء خطي وركاكة أسلوبي. الحقيقة مش عارفة اسمها، لمسة، مش عارفة الاسم، لمسة باروني حارون تونسية. فنم دي إيه؟ لمسة باروني حارون تونسية. السويد. السويد. أوجه سؤال للمخرج يوسف شاهين. أولا هل في حاجة زي كده حصلت أساسا؟ هتجيبني في فيلمك اللي جاي إمتى؟ عشان ما نقعدش نتكلم كتير حوالين الخناقات، وانا ولا انما ما كانش في خناقات معاه ولا حاجه، ما فيش حاجه من دي. في خناقات بس ملهاش دعوه بالفيلم ولا حاجه. بره اقول له ما بتسالش عليا ليه؟ هو انا عشان مثلت لك الفيلم وتاخدني لحمه وترميني عض؟ ما فيش اي خناقات، ما فيش خناقات. هو كان مرة واحد صحفي بيسألني عن أدواري، برضه زي حكاية عدم الرضا. كان في أخ تفضل بطرحها وقال لي طب أنت قاعد هنا ليه يعني ما دام أنت، وأنا استفضت في شرحها الحكاية دي. أيوه. فبيقول لي أنت ما بتبقاش راضي عن أدوارك اللي لعبتها وبيبقى شكلك قرفان كده منها. قلت له ده صحيح، ببقى قرفان من نفسي جدا يعني. إن أنا ليه ما عملتش كده أحسن وليه ما. قال لي حتى من دورك في المصير؟ قلت له حتى من دوري في المصير. زعل. فراحوا عاملينها منشط، ايه؟ انا قرفان من دوري في المصير. ليه يا كده؟ سيدنا لا مش هي القصه كده، انا قرفان من نفسي انا مش من دوري. مش من دوري. فما فيش خلافات خالص بيني وبين الاستاذ الكبير يوسف شاهين. نشوف الخطاب اللي بعد كده. الاخ الفنان محمود حميده، انا صحفي سعودي ادرس حاليا بالسوربون بباريس، ولقد علمت انك ستكون ضيفا لبرنامج ساعة صفا الذي يتحدث فيه النجوم بصراحة مذهلة، لا ادري سببها. على اي حال يعني ما شاء الله المفروض تبقى مبسوط. انا ارسل لك تحياتي وتحيات اصدقائي المقيمين معي،
ولقد قررنا أن نرسل لك رسالة واحدة بعد تساؤلات سريعة. سين، هل حقا عملت راقصا في فرقة بكازينو يملكه زوج راقصة مشهورة؟ جيم. اه بس كده. ايوه طيب،